أعلن حزب مصر أكتوبر دعمه الكامل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، وفي بيان له أكد الحزب اصطفافه خلف القيادة السياسية تأسيسيا على تقديره العميق لحجم المنجزات المتحققة بامتداد مصر، وسعيا إلى مواصلة النجاحات المتتابعة منذ 10 سنوات وما تزال، وهو الأداء الذي من الضروري لاستمراره أو الاستمرار أن يستكمل من خلال الرئيس السيسي، وذلك عبر تجربة طموحة، وأن تستفيد الدولة المصرية بولاية جديدة تحت قيادة رئيس مخلص وأمين وجاد ولا يعرف سوى لغة الكفاءة والإنجاز.